المؤس اي حرف مضموم تضم فيه شفتين خلاص اما الحرف غير مضموم لازم ترجع شفتيك الى الخلف بعض الناس يقول المؤس يبقى الشفاه مضمومه هذا خطا لا نقول المستقيم لا نقول هكذا بسرعه خاطئه المستقيم القاف حرف استعلاء ولا لا لكنه مكسور كسرت صولته فلو ابقيته على استعلائه الكامل يصبح فيه اشمام نحو الضم بعض الناس يقول المستقيم